مرحب بحضراتكم مرة تانية، وخلينا نبدأ معاكم أولى فقراتنا في صباح الخير يا مصر كالعادة بتذكرة بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح. من أهمها دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التقى بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لاستعراض خطة تطوير الساحل الشمالي الغربي وموقف الغرف الفندقية المستهدفة. امبارح كمان جمانة ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ترأس اجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. الاجتماع تناول عدد من الموضوعات الخاصة بأداء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. أخبار كتير حصلت امبارح. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التقى بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لاستعراض خطة تطوير الساحل الشمالي الغربي وموقف الغرف الفندقية المستهدفة. خلال اللقاء قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إن رؤية مشروع تطوير الساحل الشمالي الغربي تتمثل في إعادة التطوير لمناطق العمق بالساحل الشمالي لرفع القيمة الاقتصادية لهذه المناطق وتحفيز الجانب الاستثماري بها وتعظيم العائد الاقتصادي منها، فضلاً عن تحسين الوجه الحضاري لهذه المنطقة. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة اجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع تناول عدد من الموضوعات الخاصة بأداء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأيضاً عدد من المقترحات لتفعيل دوره خلال المرحلة المقبلة من أجل تعزيز الاستدامة المالية للجهاز في سبيل القيام بدوره بصدد تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومساعدة الشباب ورواد الأعمال في تمويل مشروعاتهم. كمان امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء محمد جبران وزير العمل لاستعراض جهود الوزارة في عدد من ملفات العمل، وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن اللقاء استعرض ما تم اتخاذه من خطوات وإجراءات في إطار إعداد استراتيجية السلامة والصحة المهنية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في هذا الشأن، وسعيا لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمينا لبيئة العمل بين كل من أصحاب العمل والعمال. تطرق اللقاء أيضاً إلى آليات تطوير المنظومة الإلكترونية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بما يضمن عمل آمن ولائق للجميع. أيضاً امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة. استهل رئيس الوزراء الاجتماع بتجديد التأكيد على استمرار جهود الحكومة لتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية والعمل على إتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات لمختلف القطاعات الاستثمارية، وده للإسهام في تشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من استثماراتهم وتعظيماً لما تتمتع به مصر من فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات.